السلام عليكم. تعرفون وش هذا؟ هذا بالانجليزي يسمونه كوكشينا، وهنا في اللغة المحلية يسمونه كندرو. عاد ما ادري هي بالهندي ولا بلغة الكندا اللي هي حق بنجلور، لانه كندرو عادة ما كناها كلمة هندية. شكله مثل الخيار بس صغير، يعني الواحد منهم كبر صبعي بس دبدوب. اليوم بطبخه مع دجاج وبرويكم اياه بعدين ان شاء الله في الطبخة. بسم الله، السلام عليكم. اليوم عندنا كوكشينا تشيكن مسالة او كندور. سرويتكم في المقطع الماضي كيف شكله. الحين على 3 ملاعق زيت وملعقة سمن حار ننزل الثوم شرايح. اول ما يتغير لون الثوم نزلوا بذور الخردل اللي انتم تشوفوا زي كذا يفرقع ويرقص. نزلوا فلفل اخضر وحركوا شوي، وعلى نار هادية نزلوا اوراق الكاري، حركوه شوي راح يفرقع يعني بيفرقع شوي. اذا وقف فرقعه الحين علوا النار ونزلوا الكوكشينا او الكندور او كندور عفوا كندور. في هذه المرحلة اوراق الكاري نزلت من عيدانها، تشيل العيدان بكل روقان. وحطوه على نار هادية وغطوه لمدة 7 دقائق تقريبا. بعد 5 دقائق زيدوا النار، نار عالية. وهنا الدجاج بتبلته بالليمون والخل. حركوا، تغير لون الدجاج، خفف النار. وهذه البهارات: ملح، كركم، فلفل اسود، فلفل احمر، وكزبره. وحركوا خلوه يتجانس. الحين ارفعوا النار، بعد 2 دقيقة من التحريك حطوا على نار هاديه وغطوا وخلوا يطبخ تقريبا 10 دقائق. بعد 10 دقائق حطوا على نار عاليه وعصروا نص ليمونة صغيرة. الليمون بيخفف حرارة البهارات. واستمروا في التحريك. خلاص آخر 2 دقيقة في النص نزلوا ورق كاري زيادة وحركوا معاه، وفوقه نزلوا فلفل أسود نص طحنة. واستمروا في التحريك. وهذا هو جاهز معانا. عافية علينا وعليكم. وهذا هو جهز معانا، ما شاء الله تبارك الله. نجربه: قطعة دجاج، قطعة كوكشينة، ورقة كاري. بسم الله ما شاء الله. جربوه، طعمه جدا لذيذ وسهل وخفيف، ما هو ثقيل. بالعافية علينا وعليكم.